أيقونة الصبر، الحمامة البيضاء، صاحبة الابتسامة الكبيرة، ألقاب كثيرة تناثرت تحت هاشتاغ تصدر باسم نوال الغامدي، الطفلة السعودية المصابة بالسرطان رحلت اليوم بعد صراع مع المرض بكل صبر، تاركة أطيب الأثر والعبر. المغردون تفاعلوا مع الخبر بحزن ممزوج بوقفة احترام وإجلال للجسد الصغير الذي تحمل ما لا يطيقه البالغون، متخذين من الخبر درسا في الأمل رغم الألم. كما دعوا المولى عز وجل أن يطيب مرقدها ويشافي كل محارب للسرطان.